اهلا وسهلا سي اهلا مشاري، وسهلا. جولة جولة ان شاء الله. راسكم الله يبارك فيك. يعني غنقول لك شنو كاين في المحل، كاين بزاف تشكالات ونقول لك شنو كاين، وغنبدا من هنا نتوكل على الله. على سبيل المثال هذه الثلاجه مبره، اللي بغيت نقول لكم بالنسبه للمبره راه فيها بزاف تشكالات اخرى العالم، ما كتساليش الارضيه كتبقى وحده وكتبقى الطريقه ديال الموصلين والاختلاف ديال الخدمه، وهذه متقونه هذه ما متقوناش، هذه كوريا هذه الدانوسي هذه فرنسا هذه ايطاليا، يعني كاين اختلاف هادشي، وكتكون الاختلاف كذلك حتى في الاثمنه. على سبيل المثال بحال هذه ديما كتبان لك الارضيه راه موصلين والخدمه بقايه زوينه وما فيهاش الوينات بزاف، هذه اللي بغاها هذه مثلا نقول لك 1700 درهم. وغندوز السي العالمين هذه عاوتاني، هي كذلك مبره، الا جينا نقولوا مبره راه نفس الارض ولكن الخدمه. طيب شايف انا غادي نطرح لك شي اسئله كطرحوا عليها الكليان صراحه. زعما كيقول لك مثلا الثلاجه شنو هو الفرق بين وحده مثلا كنلقاها دايره مثلا 400 درهم وحده دايره 4500 درهم، علاش هذا الفرق هذا كله؟ وفاش فاش زعما الفرق مناش، علاش زعما كيكون الفرق هكا؟ خويا كيتغير فيها كيف كنقولوا حنا في الاتقان في الجوده، بحال نديروا بحال نعطيك نجاوبكم حتى انا بنجاوبك بنفس. انا بغيت الكليان يفهم انا بنفس الخدمه ديالنا حنا وبنفس نبقاو في عالمنا باش نفهموا جميع. هذه مبرة بالنسبه للتي الخدمه العالميه، هذه الخدمه مثلا كيف كنقول الارضيه ديال هذيك كيكون زايد فيها الحرير، هذيك مثلا منسوجه معتقونه يعني كاين فيها الفينيسيون، زياده على ذلك كتكون مخدومه من واحد الخيط واحد الفيل اللي هو صحيح، زياده على ذلك عاوتاني السخله اللي كيكون مخدوم فيها كتكون كيف كنقول الكاليتي ديالو حتى هو كذلك زايد، حتى هي كتكون زايده كيف كنقولوا زوينه. هذا الشيء واضح وبين ساهل، ماشي شي حاجه بحال اللي كنقولوا فاش غنضرب في الخياط مثلا. الخياط كاين واحد الخياط اللي كيشد الحرير وكيبرم وكيعطي الخدمه حقها وكيفيني، هذا عنده ثمن. واللي شاري السفيفه مثلا كذلك غير سفيفه عاديه ديال الميتراج 4 دراهم ولا 5 دراهم المتر او ما كايناش، ما غاديش نقارنوا هذا مع هذا، هادشي باين اخو العالمي وواضح. يعني ملي كتكون واحد البياس اللي هي ساويه الثمن عرف الخدمه ديالو والفينيسيون ديالو والاسقان ديالها واخده حقها الكافي. هاد الثلاجه كيف كنقولوا مثلا درت هاد الموسلين هادي ودرت غير ارضيه اللي هي عاديه ماشي بحال هاد الموسلين دوسوا غير موجورجيت، يعني غا الثمن ديالها غتهبط غتولي واحد الثمن ناقص على هادي، وهاد تقلي تا هو نديرو كذلك عادي وتكون الحرير عاوتاني كذلك عادي وغتهود غتهود فما تقدر توصل حتى 400 درهم، يعني غادي نقص لها كذلك ثمن الاسواق او نزيد فيها مثلا البوليستر تبان طايحه، ولكن راه هي ماشي من برا حرير شي بزاف الهضره. هذاك الشيء اللي بغيت نفهم انا الكليان ديالنا اللي كيتبعونا، حيت كاين كما كنقولوا الثلاجه كاينه ابتداء من 30 درهم و 40 درهم المتر. هي كنقولوا هذا الشيء هكا العالمي كيف قلت لي 30 درهم و 40 درهم المتر وغادا طالعه، ونقدر نقول لك عاوتاني توصل حتى 10000 درهم و 20000 درهم و 30000 درهم المتر. الحرير خالصة يعني كيت كل حاجة كل حاجة كيف كنقولوا عندها مالها، وكل كيف كنقولوا كل فولة عندك كيال. ما قلتش لي الثمن ديال هادو، حنا غنديرو غير لاقاطاش. الثمن ديال سيدي غادي نقول لك اخويا العالمي 1200 درهم، 1200 درهم اللي كيشبه لها اللي ماشي هي اللي بغى الوينات ديالها، تواصل مع الدراري الوينات ديالها. واخا السي العالمي هذه بالنسبة للمبرة ديالها، هذا كيف كنقول لك الوينات ديالها راه هما هادو، هادو اللباس ديال الشبكة ديال التيول تما كذلك إلى الصعب. اللي جينا نشوفوا بحال هذا السؤال اللي سولتي دابا العالمي غنزيد اخويا نجاوبك عليه، دابا الأرضية ديال هادي تيل وهادي تيل وهادي تيل وهادي تيل، هذه مثلا كنقول لك 4500 درهم وكنجبد لك تيل واحد أخرى عاوتاني كنقول لك 1700 درهم، ومع العلم ان الارضيه ديال هذه راه هي هذه نفس الارضيه، يعني هذا الثوب هو هذاك الثوب. فين كاين اختلاف؟ كاين اختلاف في الخدمه كيف كنقولوا، كاين اختلاف في الحجر، كاين اختلاف في الموزونه، وكاين اختلاف كذلك في الصم اللي مديور فيها. بالنسبه للعمر البيتراج اللي كيبقى واحد ديما 3 متر ونص على متر ونص، هذه مساله معروفه. بالنسبه للتكشيط اللي كيكون فيها اي بازار كتكون فيها 3 متر ونص، واللي كتكون اللبسه عامره كلها راه غير من 3 متر على متر ونص كافيه اخو العرض، كافيه في العرض السي العالمي كافيه كذلك التكشيط، علاش؟ حيت ما فيهاش جدال كيف كنقولوا حنا. هذا عاوتاني رفوكولي هاو هو تا هو زوين، تا هو الطا موضة طاليا، نقول لك شي حاجة. وهاد سميتو دابا فتحت لي واحد الباب العالمي، تا دابا عينك فيا ما غاديش نسكت. هادشي اللي خويا انا هاد الفيديو بغيت نديرو لقطات تشرحو للكليان يفهمو التوب اشنو هو، مناش مصيب، والثمن علاش كيختلف من ثمن لثمن، من جلابه ولا من تكشيطه، ان شاء الله كل شيء يكون في هاد الفيديو هذا بالتفصيل. غادي عندي واحد اللعيبه واعره على كل بنقول لك الصراحه. مرحبا. لا غادي نحتفظ بها ما غاديش نقولها دابا، حتى غتجي وقتها غادي نقول. سلام الله ما يسر. شي حاجه اللي بصراحه عطيت واحد السؤال اللي هو زوين وزوين ومهم بزاف، وهذا تا هو عقلوا عليه تما، خلوه في الكومنتار ديالكم تما وغنديروه، ما عندناش مشكل، ولكن ماشي وقته دابا. دابا ما غاديش نقول الصراحه، ما غاديش نقول. ندوزو للبيسات التيلات عاوتاني العالمي خويا ديال اليسا، بدا كتجي الزواقه ديالها في جلال في ليمونج، ولا عجبتك شي وحده كيف قلت هي قبيله التزامن؟ واخويا تفشش عليا وقول لي شمن لون عجبك. اي واحد انا بغيت نشوف غير الزواقه اللي كليان ديالنا يعرفها، جبد لي هذيك الثانيه. هذه هذو اللي لتحت، هذه هي جبد لي هذا. واعر كثير واعر شايف
الغدا العايب انا شوف مثلا الثمن ديال السي بشاي بشحال هذه؟ هذه غنقولوا 2500 درهم على هذه. دابا هي كلها صم مثلا دابا القنط كيدير 25 درهم كيف كنقولوا راه ما فيه والو، جوج دورات وثلاثه دورات كيخو. بيني وبينك ديال العالمي خويا دخلناها مثلا دخلناها الميزان، حيدنا هاد القطان ديالنا ودخلناها الميزان وكنقولوا 25 درهم، ضربها في شحال تعطيك مثلا واش كيلو وربع هنا ولا كيلو كاع مثلا شحال تعطيك فين غتخرج هذه؟ الصم بحال معروف بالثمن ديالو حيت كيبقى كما كنقولوا دائما في الصباغه ديالو في اللون ديالو يعني ما كيتبدلش. انا اصلا كنت نخدم يعني في هذا السقلي الصراحه احسن سقلي، وكيكون كما كنقولوا بارد يعني ما كيعطيكش واحد الحراره كيبقى حاج. انا ماشي نبيع لك اللبسه ديال السقلي كيف كنقولوا، قلت لك هذا موضوع كبير جبتينا على بغات تحك عليه، ولكن النويضات كلشي غنسجل لهم وغنحصر في البيت. ملي كيبيع لك شي صاب اللي واسميتو كيقول لك لا بعد الريحة لي ولا عطي خالتك ترش لك ملي، انا كنعطيك هذه خشي فيها قرعه الريحه ورشي وما يوقع لا والو ما تكحل ما قال ديالها الصراحه زوين. رمضان كان مبروك عرس لك السلعه. اه دابا ان شاء الله يوقع لك العيد ولا يوقع لك مبروك العيد. رمضان مسكين راه 19 ايام مبروك عرس. شنو هذه عاوتاني كيف دايره هنا؟ كيف قلت لكم دابا التيل ها هو كيب، الارضيه راه هي هي، وجاو خدموا واحد الزواقه يعني تقلبوا على ديك الزواقه ديالهم وشدوها خدموا هي الاولى، تخدمات بالحرير او تخدمات كذلك عاوتاني بالسقلي على يعني كيف كتشوفوا معايا دابا. عاد زادت تنبسات بالموزونه، وملي داروا الموزونه عاوتاني عاد زادت تردفات بالعقيق بالحجر مكركب والعقيق. هذا كيف كنقولوا الثوب ها هو الثوب، اي واحد كيبيع الثوب اي واحد كيعرف هذه الشبكه هذه اللي كاينه من زمان وكاينه بكري. حنا غير كان بعض المرات كنبقاو كيف كنقولوا ما كنهضرش على راسي، هذاك الشيء اللي كنقولوا كنقولوا على نفسي انا، ولكن كنقول لك كيقول الثوب هذا اختي عنده تاريخ من زمان يعني مشيت بيه الوالده ديالي وجده 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 وجده. التيل هو التيل، فين كاين الابداع؟ كاين في الخدمه وفي الرشمه اللي كنزيدها وفي الزواقه وفي الطريقه باش كنخدم. اما الارضيه ديال التيل راه هي التيل، هذا التيل كيبقى يعني هو التيل، تجي عاوتاني واحد الجيل من بعدنا وغادي يبدع في هذا ويطرز في هذا، كذلك في جوهره، كذلك في لاموسلين، كذلك في ساتان دوسوا، هذا الشيء راه معروف. فين كاين التغيير؟ كاين في الخدمه والطريقه باش كنخدموا، اللوينات شنو كنضيف وشنو كنزيد، يعني عندي واحد البصمه انا كخياط او انا كستيليست او انا كبيع عشري او انا كذلك كلباسه وذواقه كندير داك الشيء اللي بغيت انا. هذه تاهي كذلك من 6000 درهم غادي نبيع لك العالمي 3000 درهم. وتاهي فيها اللوينات دائما الارقام لا يبقى ان شاء الله هنا قدروا تتواصلوا مع الدراري يصوروا لكم اللوينات. هان هذيك الخدمه السلعه اللي كنهضروا عليها بالبلع عاوتاني كذلك راه هي هذه. شوف هذه الطريقه كيفاش خدم، شكل ديال الحلزون موزونه مردفه، وهذيك الموزونه عاوتاني كذلك مضروبه بالكافير مضروبه بالجليتر، يعني الموزونه بحال اللي كنقولوا النقره مشله بالذهب، هذاك الموزونه مشله بهذا الكافير بهذا الجليتر هذا عطات هذا اللوين بحال هكذا، وكتبقى كيف قلنا قبيله كتبقى التيل حتى هي كتزيدي لها قفيطين ديما لتحت تاخذي اللوين اللي عجبك انت على الذوق ديالك. وهذه هذه كيف كنقول لك عطا الله ما ديري بها، علاش ديما حنا بحال اللي عاوتاني نقول لك العلم عطا الله ميت قال خليني ساكت الله يرحم لك الوالدين مابقى جبدني. غادي غادي ان شاء الله نعاودو فيديو نعاودو نديرو ان شاء الله فيديو واحد اخر عاوتاني نكون بالتفصيل باش ما نطولوش بزاف في الفيديو. الثمن ديالو قلت ليش الثمن؟ 1400 درهم. حتى هي فيها اللوينات كما كتشوف تبارك الله فيها اللوينات. يا عاوتاني هادي عشاق الموزونه بالالوان. كم الثمن؟ الثمن كان 6000 درهم، ولكن اللي بغا ندير واحد الثمن اللي هو برومو اسمح لي العالمي خويا مشيت فكرت محمد فهمتي على الثمن بقات هنا غندير لها سيدي واحد 3500 درهم ماشي مشكل. الارضيه ديالها راه لامي ايريزي وكذلك منسوجه هي بالمبره والبايت، البايت هو كذلك اللي واحد البايت اللي هو كان لاعب باللوان الزواقه الطريقه ديال روبرتو كافالي يعني وغوتشي كابانا تجمعوا بجوج هنايا ونقدر نعطيو في الاخر جي نقولوا الخلاصه. الشكل ديالها بحال الشكل ديال الاشواش والثمن ديالها اللي هو 3500 درهم ولا 6000 درهم العالمي 3500 على بركه المبره. عاوتاني كيف كنقول الخدمه يعطي الله ما يدافع ويكشي هاد المطرقه العالمي انت يعطي الله كيفاش تخدمها تقدر مبطنها في راسك دابا علاش كتشرب كيسالي شي حق فيها باش كتكون في الدماغ كتعجبني بالوقه والجريء او الثقه في النفس يعني عندها لبسه عندها شخصيه كتثبت الراسه كتكون في الدماغ ديالها كتخرج تخرجها كيف كنقولوا الوجود وكتوصل لذاك الشيء اللي بغاتي يعني في الواقع. تخيل معايا مثلا دابا هادي داروها الناس لبسه وداروها داك الشيطان ما غاديش ندير داك الشيطان غنشد هاد المبره هادي ساهله راه ماشي غنقولو غنخترعو شي حاجه راه والو كنشد غير القفطان عاوتاني سيتون دوسو كنلصقو معاه وكنخدمها الخدمه ديال القفطان هاهي كتولي بياسه واحده. بغيت ندير الحزام نديرو بغيت ندير المضمه نديرها مبغيتش نديرها ما نديرهاش بغيت نديرها قصيره نديرها قصيره كيف كنقول داك القفطان اللي هو مخزاني مثلا ما عندوش الحزام ما عندو لا مضمه لا والو كفا طايحين وبطنا عاوتاني باللوينات اللوينات اللي بغيت هنايا اللوينات اللي بغيت انا كيف كنقولو نقدر ندير هذا نقدر ندير لون الارض نقدر ندير هذا وهاد اللوينات اللي كتشوف معايا كاملين يعني كيمكن نضيفو عليهم شي لون اخر اللي كيمشي مع هاد اللوينات كاملين اللي ما كيخفاش عليكم الباج بلون كاسير كريمي وكذلك الا كانت مولاتو عاوتاني سمراء تقدر تزيد عليه مثلا حتى الموف اللي هو مفتوح يعني حتى هو كيخرجو
او حتى المول كذلك من مغلو هاد اللوينات باينين. هاد المضرب اللي زدتكم راه 1700 درهم 1200 درهم في واحد العوسه اللي وصلت غير 950 درهم. واش بغيت المضرب 950 درهم ديال الكنز ديالك؟ وهادو الى سمعوا ثاني على مولات 6000 درهم 7000 درهم كيف كنقولوا حتى هي كذلك دايره 2000 درهم برومو. مبرا لا موسم كذلك سي حره هذه بصراحه اش نقول هذه 2000 درهم الثمن الاخر ديالها اللي كنا درناه هو 1500 درهم وكاين شي راس مالها اللي ما درنا لها هي كذلك 2000 درهم. بالنسبه للبغوشيه الثمن موجود فيه من الخير والخير موجود غير بداي غير توكلي على الله سمي الله خذ رقم دوك الارقام وتواصلي وكنا على قلب انا ما غتفاجئي وغتلقاي داكشي اللي عجبك وداكشي اللي كان لك على البال ديالك ان شاء الله. كلامه هنا في اللوينات ديالو كسي مشاي اي اورغونز اي حاجه كاين اللوينات ديالو كنتو زاد دقه دقه في العالمي. هذه عاوتاني الى صعبتي راه فيها الزواق على الحاشيه كيف كنقول بحال هاد البارتي هاد البوند هاد الباندا هذه هاد الكوطيد راه عامره من هنايا وكيبقى واحد الفراغ هنا وكتجي عاوتاني كذلك في الجلاب يعني عندها الزواق في هاد الجهه والزواق كذلك في هاد الجلاب. بغيت تخيطها بحال هكذا قصاري راه ممكن بغيت تخيطها مخزاني راه ممكن بغيت ندور صاري يعني كنشد كنقلب هاد الزواق هادي اللي جات دابا هنا كدار في الدور كتهبط وحده هنا وكتهبط وحده هنا وكتولي صاري وفي الفصاله ديالها كتخيط ايفازي. بغيت نديرها في الشكل اللي ولاو كيديروا دابا هاد القطعه باش غنبدا من هنا من الكتاف ما نبداش من الكتاف نبدا من هنا من ونخليها عاوتاني عامره هنايا كيف كنقولوا في الحزام وعامره في الجلال وكناخذ هذا الفراغ عاوتاني كنكمل بيستر الشكل ديالها كيجي بحال شي غوب زوينه زوينه بزاف. كاين انتليجا ولا عندك واحد الصار هنا سي مشاي هذا فيه اللوان ديالو ولا هذا فيه اللوينات ديالو توا الثمن ديالو راه ثمن زول العبر ديالو خا العالمي دار فيه 6 متر وهذا الصاري ديال الهند كيف كنقولوا منه فيه منه القميص ديالو ومنه اللبسه ديالو كيدار قفطان كذلك وكيدار تاتكشيطه هذا هو الصاري اللي كتكون ديال الزواق ديالو في الصدر وفي راس الكم وكتلبسوا هذيك الهنديه الدور على بحال الكوب ديال الشام كذلك راه كيجي هنا الثمن ديالو توا كذلك 1000 درهم ماشي مشكل. وهنا وصلنا كيف كنقولوا الحدود ما بين الاخوان العالمي هنا غادي نكمل لكم العالمي غنوصل على السعر الكبير ونجيو سال عندكم بياسة بياسة من كل حاجة واللي بغات شي حاجة تواصل مع الدراري راه عطاوها لي اللوينات كاملين مصورين ناضيين الثمن مثلا بحال هذا فيه اللوينات ديالو راه كنا درنا على فيديو اللوينات اللي بقاو فيها دوز على الدراري صيفطو في الكاع الناس اللي كاينين بالنسبة للثمن ديالها 600 درهم والعبار ديالهم كيجيو 700 درهم هادي كيجي على موسيم على الكراك بصوار كما كنقولو الصال زوينة عطيني حاجة واحدة أخرى ماشي علينا هاد الشيء حتى هو كراك بصوار كريسي وزا وجوهرات ملونة وكتبين مواد قبل دوزها بوحدة فايطة وقميص نظارة وايطة وجلا مرحبا بخير توا راه فين الوناس ديالو تواصل مع الدراري سير تنقل كاع الوناس اللي عندهم مواضيع جميل زوين وشوف هذا خطاطي في تسع الالوان كاين هاد الاقسام وروحها ان شاء الله مع الكريم مزور تاهما 600 درهم هذيك بوحدة راه كنديرو 600 هذا 350 وراجع معانا بجوج 600 درهم وكتبقى فيها ثلاثة الألوان بالضبط كاين هاد الروز هو وكاين حد الكرميلات من كلمات العبار دائما بلاصة على ميتين ونص شوية كرات بسيطة حتى هو الوينة ديالو هما الثمن ديالو 350 درهم شوف ثمانمية درهم كاين درهم 900 بقى في شحال قليلة دابا 800 درهم شي حاجة حارة زوينة العيالات والرجال هادا كيشتروا السواعدة ب 8000 درهم 9000 درهم 10000 درهم هذا هو الفيديو.
هذا 500 كاين هذا التراك مخطط صيف فقط زائد التحرير هذا بوحدو 350 درهم دابا راه جمعنا الجوج 500 درهم وهذا شامل جدا هذا الخميس كاين هذا التراك بس هذا ما كان مزوح الثمن ديال هذا 600 درهم هذا راه ما كيبين هو الدرس ديال الاختيار من 5 حتى لدندورة حتى تكشف هذا في الزلقة بزاف هذا الله الزلقة هذا حرير ماشي هذا خير كاين هذا لون فرنسيزا شاوة صالح غادي نطلق لكم شي واحد شاوة فيه لوينات نطلق لكم هذا نص الثمن ديالو 350 درهم لون فرنسيزا أول مرة كندخلوه هو حرم زوق راه فيها اللوينات 8350 درهم اللوينات ديالو هما هادا وزوق راه مختلفة راه واحدة زوق هادشي زوق بغيتها راه فيها اللوينات ديالها مطروز راه في الطبق مدرناش ليه فيديو ولكن ان شاء الله المهم كلقطات غادي توريكم كل شيء الترزعيه هذه كتجي في الصدر وفي الكميمات هذه ديال الكم ها هي هنا وهذه ديال الصدر الالوان ديال راه هما هادو بغيت شي حاجه مع الدراسه تكون التصاور كما كنقولوا مقادين الثمن ديالها 500 درهم ثم برا الطاوله اللي بغا اللوينات ديالها هما هادو الثاني بقى فيها اللوينات الثمن ديالها بقى في البرو 800 درهم العبار ديالها 3 متر على متر ونص صافي نسيت هذا الباكيج الوان صافي هذا الصومو انا دوزنا هذا 700 درهم باكيج الوان 500 درهم يلا علينا كما كنقولوا اللهم في الكليان ولا صافي البياض وبقى في هذا اخلي اخلي فين غادي احنا غير هذا المحل احنا غير هذا الملفه خاين حتى هي واقفه اللونات الثمن ديالها كذلك 200 درهم كنا درنا 250 دابا 200 درهم حتى فيها اللوينات هنا مبرة فيها اللوينات هاد الخيط فيها اللوينات عطا الله يبقى يعني ما يدار كملوا مع السعر الكبير ما تنبقى من هنا
بالنسبة للجلابة للناس اللي كيبغيو جلابة بحال هكا مزوقة اللون في اللون، كاين عندي بحال هادي مليفة جاكا ديال أميرة كدير 250 درهم، بقاو عندي فيها غير هاد اللونات هادو أخويا شايب، ندير 200 درهم ماشي مشكل، نخلوها غير 200 درهم، نخلو الكليان ديالنا يستافد رمضان هذا، ندير معاه شوية ديال العواسة وشوية ديال الأزر. عندي بالنسبة للولاع عمودي حتى هو هاد الشكيل هذا، كتجي جليلي بطيحة مبردة وزوينة، أو با عندي فيه غير شي لوينات حتى هو كيدير 250، كذلك غادي نخلي له 200 درهم، تهلاو في الكلية ديالنا، عندي فيها غير كاسبيرا حتى با عندي فيها غير شي لوينات، حتى هي راه كتجي زوينة وباردة، كتجي طيحة هاهي كيفما كتشوف. هي كانت كدير 250 درهم، غادي نخليها لهم حتى هي 200 درهم. مرحبا، كاين هاد كراد بوكلات هاد الخر جديد، جليبة مية سقفيطين، و اللي بغا دير حتى التكشيطة راه كتصلح اخويا مشعل، شي وحدة بغات تخدم تكشيطة يعني عندها مثلا تكشيطة ديال اليستابل، بغات دير ليها شي حاجة جديدة ديفيرون ما تكونش نفس اللون، راه تقدر دير لها هاد الخيب هذا ديال بوكلات، راه كيجي زوين وطايح، غير هو خصها تاخد 3 متر، الثمن ديالو راه 250 درهم، و 3 متر راه كتبقى ب 300 درهم، يعني حتى هو فيه لوينات، فيه واحد 6 اللون زوينة وغزالة. السعد الكبير اللي خطيك واش كتعجبني، كتشرح مزيان كتوضح. داكشي كاع اي واحد اللي ما عمرو شرا الثوب يقدر يعرف الله يحفظك شنو كيفاش وكتهضروا الله يكبر بك. بالنسبه لهذا كريب ري ها هو تاوب عندي فيه غير شي لوينات قلال اخويا بشعيب، تقريبا واحد 8 ديال الالوان، حتى هو كان كيدير 250، غادي نخلي اليوم غير 200 درهم. مرحبا والف مرحبا دراجي صوار هو كيفما كتشوف، كيجي قميص قفطان جلابة كيجي كيف ما بغيتي، يعطيك الصحة، خفيف وطايح، الثمن ديالو راه كان داير 300 درهم، دابا غادي نخليهم غير 250 درهم ماشي مشكل، كلشي ديالكم كلشي يلبس، ناوي نتهلات أنا في الكليان، نتاع الكليان ونتهلا فيه، عندي هاد اللولة هذا، هاد اللولة هذا اللي حمق كلشي. زوين وانا الصراحه انا براسي عجبني، ان شاء الله غير يفوت العيد ان شاء الله، الا بقى منه شي حاجه راه غادي نصوب فيه هنايا قندوره، انا باش نصوب فيه جلابه السيدي، غادي نخلي لهم ب 300 درهم ماشي مشكل.